من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا حول أن مواريث الأنبياء وصلت إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وهذه المواريث بإضافة مجموعة من الأمور تخص رسول الله صلى الله عليه وآله كلها وصلت إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام من بعد رسول الله يعني مواريث الأنبياء كانت عند الرسول فأعطاها لأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام كتب الأنبياء التوراة الإنجيل الزبور وغيرها من الكتب و عصا موسى، خاتم سليمان، الحجر الذي كان يضرب عليه موسى عليه السلام، قميص يوسف وغير ذلك من مواريث الانبياء، كلها كانت بحوزة رسول الله صلى الله عليه واله فقبل وفاته اعطاها لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وأيضا كانت مجموعة من الأمور لرسول الله صلى الله عليه واله. فلكي لا تكون للورثة من بعده، في حياته قبل موته اهداها لامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام واقبضها اياه، منها كان خاتمه نزع الخاتم وامره بان يضع الخاتم في يده. ومنها وسائل السلاح التي كانت لرسول الله صلى الله عليه واله، لامه حربه مغفره سيفه درعه رايته وهكذا. ومنها بعض الامور الخاصه كقميصيه وقلنسواته الثلاث وزوجي حذاء نعال عربيه وقد ذكرنا تفصيلها في حلقات ماضيه وايضا من الامور ان رسول الله صلى الله عليه واله كان يمتلك بغلتين وكان يمتلك ناقتين وكان يمتلك فرسين. هذه سته وكان يمتلك حمارا يسمى عفير او يعفور. هذه الحيوانات السبعه ايضا امر بلالا ان ياتي بها وسلمها لامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام واهداها له في حياته لكي لا يدعيها لكي لا يدعيها احد بعد وفاته انه هذه من الامور التي وهبها رسول الله صلى الله عليه واله في حياته فلا حق للورثه في ذلك. وذكرنا سبب اهداء هذه الامور ان فيها تشريف وايضا فيها جوانب لان الله سبحانه وتعالى جعل في هذه اثارا. اما البغلتان الشهباء والدلدل، فقد ذكرناهما في الحلقة الماضية. ثم الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يبين في هذا الحديث: "والناقتين، الحديث هكذا ثم قال: يا بلال عليّ بالبغلتين الشهباء والدلدل، وقد ذكرناهما، والناقتين العضباء والقصواء". العظباء، الأصل في هذه الكلمة العظب أو العضب قطع الأذن أن يذهب نصف الأذن أو ثلث الأذن، إذا في اليد اليد العظباء بمعنى اليد القصيرة هذا خلل في الخلق. هذه الناقه لم يكن فيها عيب ولم يذهب اذنها اذنها ولا نصفه ولا نصفه ولا ثلثه وانما كان هكذا اسمها اسم هذه الناقه هكذا وقيل ان صاحبها كان يسمى الاعظب او عظبا كان يسمى او عظبا فلما وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله سماها العضباء اسم مأخوذ من اسم صاحبها السابق فهذه الناقة أهداها رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وكانت له ناقة أخرى تسمى القصواء القصواء ايضا بمعنى المقطوعه الاذن العظباء يعني نص الاذن مقطوع او ثلث الاذن مقطوع اما القصواء يعني مقطوعه الاذن طبعا ناقه الرسول لم تكن مقطوعه الاذن وانما كان اسمها هكذا زين هاي الناقه اللي اسمها القصواء هذه هي الرسول صلى الله عليه واله كان اذا لم يحتج اليها يعلق زمامها على عاتقها انجاز التعبير فيتركها فهذه الناقه كانت تتحرك في المدينه وتاتي المسلمين هم يعرفوها إن أنها إنها يعرفونها أنها ناقة الرسول صلى الله عليه وآله فكانوا يطعمونها في يوم من الأيام حسب ما في حديث أدخلت رأسها في خباء سمرة بن جندب فسمرة حينما رأى رأس هذه الناقة في خبائه في خيمته مثلا أو في منزله فكان بيده عنزة يعني رمح قصير فضرب بهذه العنزه راس هذه الناقه فشجها فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه واله تشكوه. هذه ايضا من معاجز الرسول صلى الله عليه واله. هذه الناقه اهداها رسول الله صلى الله عليه واله لامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. زين شنو قيمه هذا الاهداء هذه قيمه معنويه اولا لان هذه امور خاصه يعني شوف الان مثلا في عالم اليوم اذا شخصيه معروفه شخصيه مهمه تشوف يحتفظون باشيائه الخاصه في المتاحف او اصلا يؤسسون متاحف هذا خاتمه هذا قلمه وهذه مثلا عكازته هذا حذاؤه هذا كذا هذا كذا هذا كذا وأحياناً مثلاً المقتنيات التي كانت له توضع في المتحف لكي يراها الناس في المستقبل ويعرفوا أن هذا الشخص الذين يسمعون به كيف كان يعيش لأن الإنسان لم يعاصر العظماء السابقين عند تصور عنهم تصور مبهم لكن حينما يرى اثارهم يكون تصور عنهم اوضح لذا الان في عالم اليوم الاثار لها اهميه كبيره جدا بعض الاحيان نشوف قطعه قطعه خزفيه في ظاهرها لا قيمه لها لكن تقيم بملايين واحيانا بمليارات للجانب الاثري الذي موجود فيها وكلما كان الاثر اكثر ارتباطا بعظيم يكون اهم زين هذه وسائل لرسول الله صلى الله عليه واله هذه مهمه ولو في الظاهر ليس لها قيمه وقيمتها قليله لكن لانها ارتبطت بالرسول صلى الله عليه واله يصير لها قيمه فرسول الله صلى الله عليه واله اهدى هذه الامور الى امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام تشريف له. وايضا كما ذكرنا فيما مضى بعض المعاجز او بعض الامور حدثت مع هذه المقتنيات. او لهذه المقتنيات اثار. فالرسول صلى الله عليه واله اراد ان تكون لامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام بامر من الله سبحانه وتعالى. زين هاتان الناقتان العظباء والقصواء والفرسين الجناح هذا فرس وحيزوم ذو الجناح واحيانا يخفف بحذف كلمه ذو يقال له جناح جناح ذو الجناح فرس رسول الله صلى الله عليه واله الذي كان من بعد الرسول عند امير المؤمنين وبقي حيا الى يوم عاشوراء وكان يركبه الامام الحسين عليه الصلاه والسلام فلما قتل الحسين اراد ابن سعد ان يستولي عليه على ذي الجناح لكن امتنع وضرب براسه على الارض الى ان مات هذا الفرس اضافة الى كونه من الجياد العربية الاصيلة هذا كان يوقف على باب المسجد لحوائج رسول الله صلى الله عليه واله سواء حوائج شخصية او حوائج ترتبط بالامة فالرسول صلى الله عليه واله يرسل شخصا فلان اذهب في الحاجة الفلانية مسافة لازم يقطعها تسهيل الامر عليه كان يأمره ان يركب ذي الجناح ويذهب في حاجة رسول الله صلى الله عليه واله وبعد قضاء الحاجة يرجع ويسلم الفرس او يضعه عند المسجد. هذا احد الفرسين الفرس الاخر كان يسمى حيزوم. هذا الفرس يرتبط بجانب غيبي من جوانب الرسول صلى الله عليه واله. في معركة أحد، في غزوة أحد، نزل جبرائيل عليه السلام على حيزوم، حيزوم هذا الفرس ولعله من فرس الجنة، ركبه ركبه جبرائيل ونزل إلى غزوة أحد، وكان يقول: أقدم حيزوم أقدم حيزوم. ورسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك ركب هذا الفرس وكان يقول أقدم حيزوم أقدم حيزوم فهذا الفرس إلى قيمة معنوية لأن جبرائيل ركبه ولعله من فرس الجنة وكان بعد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله يركبه في أسفاره فهذان الفرسان أيضا من ال الأشياء التي وهبها رسول الله صلى الله عليه واله لأمير المؤمنين ليحتفظ بها. طبعا اكو جانب آخر نذكره أن رسول الله صلى الله عليه واله كان يريد أن تحفظ آثاره. الآثار مهمة كما ذكرنا. أحيانا الذين يعيشون مع العظماء لانه يعيشون وياهم شويه شويه تصير الحياه معهم عاديه ينظرون اليهم بنظره عاديه فما يتعلق بهم اذا خاصه من حيث الجهه الماديه لا قيمه له يستغنون عنه قد يتخلصون منه الرسول صلى الله عليه واله اراد لهذه الاثار ان تحفظ من بعده لا أنه توزع على الورثة وبعد ذلك مثلا يلقى بها في سلة المهملات مع قيمتها المعنوية، أو مثلا هذه الحيوانات تباع أو تُهمل مثلا خاصة إذا كبرت وتُترك، ما كان يريد ذلك، يريد أن هذه الآثار تحفظ، ولذا نشوف الآن الذين يحاربون رسول الله صلى الله عليه وآله يحاربون آثاره كل أثر من الآثار هذا الشرك فيجب أن يمحى زين إيدهم ما وصل أن يهدموا الكعبة أو يهدموا الحجر الأسود أو يهدموا مقام إبراهيم لا يتمكنون من ذلك لأنها وردت في القرآن في سنة الرسول صلى الله عليه وآله لا يتمكنون من ذلك أما سار الآثار واحدا بعد الآخر أزالوه وأزيلت الإنسان عندما يذهب إلى هذه الآثار يعيش تلك الحالة التي عاشها المسلمون في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله لكن إذا أزيلت الآثار بعد ما كان مجال أن يعيش ويعايش الإنسان تلك الحالة على كل حال فهذه هذه أيضا كانت من الآثار من الأملاك من المقتنيات التي وهبها رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام فهذه ستة من الحيوانات بغلتان وناقتان وفرسان السابع كان حمار يسمى عفير وفي بعض الروايات تسميته بيعفور هذا الحمار الذي كان يسمى عفير او يعفور له قصه القصه انه في غزوه في غزوه خيبر الرسول صلى الله عليه واله عندما فتح الله هذه القلاع له على يد امير المؤمنين علي بن ابي طالب وجد في تلك القلاع هذا الحمار الذي يسمى عفير أو يعفور فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وتكلم معه وشكى صاحبه لأن كان إلى صاحب يؤذيه فهذا صار من الغنائم التي استصفاه رسول, رسول الله صلى الله عليه وآله لنفسه لأن الخمس في الغنائم الحربية كما في الايه الشريفه: سهم للرسول واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى الى اخر الايه. فمن سهمه من الخمس اخذ هذا الحمار الذي هو عفير او يعفور. زين. هنا جانب اعجازي. ان الحمار تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله سبحانه وتعالى ارسل رسوله لهدايه الناس ولذلك الانبياء معهم معاجز لاثبات صدقهم يعني موسى عليه السلام عندما جاء الى فرعون يعني كيف يثبت انه من طرف الله سبحانه وتعالى من اهم الاشياء التي تقنع عامه الناس المعجزه عصا موسى وهكذا صار الانبياء كانت لهم معاجز رسول الله صلى الله عليه واله ايضا له معاجز مختلفه زين الان فتح قلاع خيبر وفي خيبر رجال ونساء واطفال من اليهود هؤلاء يعلمون ان الانبياء لهم معاجز. فالله سبحانه وتعالى اراد ان يهدي من كان قابلا للهدايه من هؤلاء، وان يتم الحجه على من تبقى منهم اذا لم يهتدوا. زين كيف يعلمون ان رسول الله صلى الله ان رسول الله صلى الله عليه واله رسول. والان توه دخل في حرب معهم. وفي الحرب قتل بعض أعزتهم هنا الأمر لهدايتهم كان يحتاج إلى معجزة وهذه المعجزة تمثلت في أن هذا الحمار اللي هو يعفور تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لرسول الله مضمون الحديث أن أحد أجداده كان في سفينة نوح فمرر نوح عليه السلام يده على ظهر هذا الحمار او على كفل هذا الحمار وقال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم. زين. هذه معجزه وراها اليهود بأن هذا الحمار تكلم مع رسول الله صلى الله عليه واله. حس كل بعض يجي يشنع على هذا الحديث، طبعا هذا الحديث روته العامة والخاصة. يعني هذا الحديث الآن موجود في الكافي وأيضا رواه العامة في بعض كتبهم مثلا في كتاب البداية والنهاية هذا الحديث موجود. وبعض العامة حكموا بأن هذا الحديث موضوع. زين. والبعض منا جاء يقول هذا الحديث موضوع زين شنو المشكلة في هذا الحديث لماذا تقول بأنه موضوع هل في أن حيوان تكلم مع نبي هذا في مشكلة يعني القرآن يبين أغرب من هذا في قضية هدهد سليمان الهدهد أيضا حيوان تعال شوف الهدهد شنو من معارف ده يذكر في سورة النمل الهدهد يقول لسليمان فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين يعني الهدهد يقول أنا أعلم بشيء اللي أنت النبي لا تعلم به إني وجدت امرأة تملكهم يميز بين الرجل والمرأة وأوتيت من كل شيء يعلم بأنها لها سطوة وقوة ولها عرش عظيم يعرف أنها العرش الكرسي مثلا التي تجلس عليه وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله يسجدون للشمس هم ملتفت الى الهدهد وزين لهم الشيطان اعمالهم الهدهد ملتفت الى ان الشيطان اغواهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الى اخر الايات زين اذا واحد مادي ملحد اجى استشكل على المسلمين هذا في قرانكم هدهد يتكلم بهذه المعارف اللي بعض الناس لا يعرفونها كيف يمكن ذلك؟ زين احنا كمسلمين ماذا نجيبهم؟ نقول ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير اراد ان يكون هناك اعجاز لسليمان فعلم هذه الامور للهدهد زين بحيث انه لما راى قوم سبأ راى هذه الامور وعلم بها هذا جوابنا نحن المسلمين للملحدين الذين ينكرون القران معجزه لنبي من انبياء الله زين هسه اذا حيوان اخر جاء وتكلم مع نبي اخر شنو المشكله فيه في مشكله او نفس الـ 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 الاشكال الذي يستشكله معارض القران والملحدون زين البعض منا يجي ياخذ نفس الاشكال ويطبق على بعض الروايات ما يقدر يطبق على القران لانه ما يقدر ينكر القرآن يجي يطبق على الروايات مع أن روح المسألة هي نفس الروح اللي موجودة في القرآن الكريم البعض يجي يستشكل أنه هل يليق أنه مثلا حيوان يجي يتكلم مع نبي من أنبياء الله شو المشكلة به إذا الله سبحانه وتعالى يريد يجعل ذلك معجزة لهذا النبي بغرض هداية الناس مضمون كلام هذا الحمار عفير او يعفور مع رسول الله صلى الله عليه واله هذا عفير يشكر الله سبحانه وتعالى ان كان كلام نوح ينطبق عليه انه يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه نبي اخر الزمان وخاتم خاتم الانبياء ويشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك الحيوانات ايضا تعرف خالقها لا إشكال في ذلك يعرفون خالقهم يعرفون رازقهم الله سبحانه وتعالى جعل معرفته فيهم يعرفون كل الحيوانات كما أن الإنسان الله سبحانه وتعالى جعل فيه فطرة الحيوانات بما يناسب أمرها وهي تطلب كمالها الله سبحانه وتعالى لهذه الجهة الإعجازية لهداية هؤلاء اليهود في خيبر زين علم هذا الحيوان عفير بهذه الأمور علم بها عن طريق آباء أجداده بأن نوح عليه السلام قال هذا الكلام شو المشكلة في ذلك؟ يعني إحنا نتكلم بجانب إعجازي مو جانب طبيعي، معجزة لنبي، فد واحد يجي يستشكل هل نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله متوقفة على مثلاً كلام هذا الحيوان؟ جواب لا نبوة الرسول صلى الله عليه وآله ما متوقفة على ذلك، كما أن نبوة صالح ما كانت متوقفة على الناقة التي أخرجها من الجبل نبوة. موسى ما كانت متوقفه على العصا الذي حولها الى حيه. النبوه منصب الهي، الله سبحانه وتعالى جعله نبيا. لكن كيف يعرف الناس ذلك؟ يعرف الناس ذلك عن طريق معجزه. زين احيانا المعجزه بكتاب كما في القران الكريم. احيانا المعجزه بايه سماويه، ايه ارضيه، احيانا المعجزه تتمثل في حيوان. ناقة تخرج من الجبل مع فصيلها، عصا يتحول إلى حية، هدهد يأتي ويتكلم ويأتي بالأخبار عن سبأ، وعفير يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه واله، هذه معجزة الله سبحانه وتعالى شاء أن تكون هذه المعجزة بهذه الكيفية، فإذا التشنيع على هذه الروايات والانكى من ذلك تكذيبها زين اكو قضيه انت اذا ما تتعقل هذه الروايه لا حق لك ان تكذبها قل انا ما افهمها رد علمها الى اهلها اما ان تاتي وتقول موضوعه وهو حديث منسوب الى الامام الصادق عليه الصلاه والسلام ولعله صدر عن الامام الصادق إذا أني ما تعقلت شيء مو معناه أنه هذا كذب، أنا قد لا أفهم ذلك الأمر، إحنا كثير من الأحيان يحدث لنا قضية نستنكرها، لكن بعد فترة نعلم بأننا كنا على خطأ وكان صحيحا، لأن الإنسان لا يحيط بكل شيء، علم الإنسان قليل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بعدين عندما أجى جانب الإعجاز على الإنسان أن يسلم ما يريد يسلم لا يكذب يسكت يرد علم تلك الروايات إلى أهلها ومعاجز الأنبياء كثيرة هذه المعاجز الآن المذكورة في القرآن الكريم الملحدون ينكرونها بنفس هذا المنطق يعقل عصا تصير حية؟ يعقل أن الماء الذي هو سائل القانون الفيزيائي يقول أن الماء لا يمكن أن يصبح عمود بدون حاجز الجاذبية تجذبه يمكن أن الماء البحر ينفلق يصير طريق كل فرق كالطود العظيم ويعبر بناس معقول مو معقول زين هذا كلام الملحدين لكن نحن كمسلمين نسلم بالقران الكريم ونقول ان الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذه القوانين الطبيعيه قدرة ما تتحدد بهذه القوانين الطبيعيه لان هو الذي جعلها هو الذي يغيرها تارة يغيرها دائما تارة يغيرها في فتره محدوده لاثبات صدق نبي له او لاعجاز لمصلحه ولحكمه الله سبحانه وتعالى قادر وقدرته سبحانه وتعالى بحكمة ويعطي أنبياءه المعاجز الملحدون ينكرون هذه المعاجز التي في القرآن نحن نسلم لها هسه هذه المعاجز إذا وردت في الروايات أيضا نسلم لها إذا هسه تقول السنة ضعيف والحجة مو تامة وكذا 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 زين رد علمها إلى أهلها أقول أنا ما أفهمها أما تأتي وتكذب بها وتنكرها هذا في الواقع روح وجوهر نفس روح وجوهر كلام الماديين الذين ينكرون معاجز الأنبياء نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق لنا ولكم جميعا هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين